مرحبا ويسعد أوقاتكم بكل الخير. اليوم بدنا نعمل خليط بيدعم الأوركيد، بحفزها لنموات جديدة. بالأخص نحن دائما بنهتم ومنركز على الأزهار، دائما بنحب تعطينا دائما شيء جديد، وإذا في مشكلة بالأوراق كمان بيستعيد حيويتها. المحلول هيدا من الأسبرين اللي هو حمض السايسيليك والثوم. هاخد 3 فصوص ثوم، قطعها بدي حطها مباشرة بالخلاط، مع حبة أسبرين 100 ميلي غرام. أنا هاي عندي 500، لذلك راح أقسمها لأربع أجزاء لحتى يطلع الجزء ما يعادل 100 ميلي غرام. كمان رح احطهم بالخلاط ورح ضيف عليهم لتر مي دافية بدون كلور. ورح روح شهزهم وارجع لكم. طلعت بهيدا المحلول، راح صفيه، راح عبي البخاخ راح اروي مثل ما قلنا، اما بنغمس او بنحط عليها مي من فوق. اليوم خلينا ناخد هاي الطريقة. طبعا ننتبه قبل ما نروي نشيك على الجذور، اذا كانت فاتحة فهيدا معناه انه هي محتاجة ريقان الاوان لانه نروي. بخلي نص ساعة بهذا الوقت أنا حرش الأوراق، كمان راح أغطيها من فوق حتى ما يجي عليها مي براس النبتة. حرش هاي كمان اللي أنا كتير كتير متفائلة فيها لهي النبتة، على قد ما فيها نموات وتكاثر بكل ساق فيها. ما شاء الله عنا صحية وراقة عاسين الحمد لله، في نموات جديدة. إذا منشوف سوا في جزر هوائي، هاي جديد عم يطلع معي الحمد لله، كتير كتير متفائلة فيها لهي، وبفارغ الصبر مستناية تكمل نمواتها. كمان رح نبخها بالمحلول المقاوم للأمراض وللبكتيريا بالأوركيد لما بيكون في ري زيادة وبيصير معنا تعفن وتظهر الأمراض.
لو اقدر فرجيكم في بداية لنمو ورقة جديدة بعد بأولها يا دوبة، يعني مش واضحة، ولكن ان شاء الله بالايام اللي جاية بتكون وضحت وبفرجيكم اياها. الحمد لله مثل ما شايفين النموات عالساق ماشية عم بتزيد الحمد لله. الجهة الثانية كمان يعني في نموات، لبينما تنتهي هيدي الزهور اللي فوق بتطلع معنا النموات الثانية. وهي تجربتنا لليوم، ما ننسى أبدا أنه نصفي نعملها مرة بالشهر إن شاء الله بتعملوها وبتاخدوا نتيجة بتسعدكم وبترضيكم. تعالى خير بأمان الله.